يوم 10 يونيو سنة 1967، يعني تقريبا بعد مرور 5 أيام فقط على نكسة 67. طبعا في الوقت ده كان الوضع في مصر كلها ما يعلم به إلا ربنا، الشعب في صدمة، الجيش متدمر، حالة من الحزن واليأس تقريبا مسيطرة على كل الوجوه. المهم ان اليوم ده وتقريبا الساعة 12 بعد منتصف الليل، وفي واحد من شوارع حي المنشية في اسكندرية، جم عربيتين ووقفوا على مسافة من واحدة من العماير السكنية المعروفة والمشهورة في حي المنشية، وفضلوا العربيتين موجودين وفي حالة سكون تام بدون اي حركة. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتتحرك وقتها هي عيونهم اللي كانت زي الرادار بترصد كل حركة في الشارع، وكان واضح جدا ان في هدف محدد كانوا عارفين واثقين انه هيوصل في التوقيت ده. واستمروا على كده ساعة واتنين وتلاتة لحد ما فجأة ظهر الهدف قدام عينيهم، وكان الهدف المنتظر هو شاب مصري كان لابس ملابس مدنية وبيشتغل رقيب في سلاح البحرية بميناء رأس التين الحرب في اسكندرية. ويدوب خلال دقايق كان الشاب ده طلع للعمارة السكنية اللي كانوا واقفين بيراقبوها واللي كانوا متمركزين على مسافة منها، وأول ما وصل الشقة المقصودة ضرب الجرس، اتفتح الباب، وهنا كانت الصدمة، لأن المرة دي اللي فتح له الباب ما كانتش نفس البنت الجميلة اللي تعود إنها تستقبله كل مرة. المرة دي اللي فتح له الباب وكان في استقباله هم رجال المخابرات العامة المصرية، واللي أول ما شافهم قدامه حاول بكل الطرق إنه ينكر عن نفسه أي اتهام، وقعد يحلف بكل الأيمان إنه ملوش دعوة بأي شيء وإنه تورط معاهم وما قدرش ينجب نفسه منهم. ولكن للأسف الشديد دايما في المواقف اللي زي دي الندم بيبقى خلاص وقته فات، ومن هنا ومن اللحظة دي بيبدأ ملف الجاسوسة سارة دميان بطرس والجاسوس خوليو لوقا اسكندر. ونبتدي منين الحكاية؟ نبتديها سنة 1941، وتحديدا في مدينة سان ليو الريفية الفرنسية بتتولد الطفلة الجميلة الجاسوسة دانييل مارتان. اتولدت دانييل لأسرة يهودية، ولكن كانت الأسرة غير متدينة على الإطلاق من صغرها، وكانت دانييل فتاة استثنائية في كل شيء، يعني فتاة جميلة موهوبة حادة الذكاء. وكانت دانييل عندها أختين، الأختين كانوا مصابين بإعاقة دماغية سببت عندهم حالة من حالات التأخر في المشي والكلام، ويدوب أول ما سنها وصل 10 سنين تقريبا حصل خلاف ما بين الأب والأم أدى للانفصال. بعدها اختفى الأب تماما وما ظهرش في حياتهم مرة تانية. في الوقت ده وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها بقت هي المسؤولة عن رعاية إخواتها البنات من ذوي الإعاقة، فكانت الأم تخرج للشغل وكانت البنت هي اللي تقعد وتراعي اخواتها، وكانوا بيتعمدوا انهم ما يعرفوش اي حد اي حاجة عن موضوع البنتين دول. وبالتالي مع الوقت نشأت البنت لا لها اصحاب ولا معارف ولا اصدقاء ولا اي حاجة، حتى ان زميلاتها اللي كانوا موجودين معاها في المدرسة ما كانوش يعرفوا اصلا ولا قالت لهم ان عندها اختين بيعانوا من مشاكل صحية. كل الامور والظروف اللي مرت بيها حولتها لانسانة جادة جدا وفي نفس الوقت كتومة جدا جدا. ومع الوقت دانييل تدرجت في التعليم لحد ما التحقت بكلية السياسة بجامعة السوربون الفرنسية، ومن اللحظة الأولى اللي دخلت فيها الجامعة وبدأت تحس وتشعر إنها في عالم غير العالم، وعلى الرغم من ديانتها اليهودية إلا إنها والأول مرة بدأت تسمع عن الحركات والتنظيمات اليهودية والعبرية. وكان في الوقت ده وتحديدا سنة 1962 كان في تنظيمين عبريين يهوديين كانوا هما تقريبا اللي مسيطرين على كل الأوضاع السياسية داخل جامعة السوربون بفرنسا. الحركة الأولى وكان اسمها حركة بيطار أو حركة الشباب العبري، وحركة الشباب العبري كان أسسها واحد اسمه زائف جابوتونيسكي، والراجل ده احنا سبق وتكلمنا عنه في حلقة سابقة قبل كده، وإن شاء الله هسيب لك لينك الحلقة في صندوق الوصف تحت. أما الحركة التانية فكان اسمها حركة ماتسبين أو المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية، وكانوا الحركتين دول هم نفسهم اللي بيتولوا موضوع تهجير اليهود من الخارج وجمع التبرعات لبناء المستوطنات على أرض فلسطين. المهم إنها من وقت ما دخلت الجامعة وحاولوا شباب المنظمات دي إنهم يضموها إليهم إلا إنها كانت رافضة بشكل تام، لأن دانييل كان ليها وجهة نظر مختلفة عنهم تماما، لأن رؤيتها أو وجهة نظرها كانت دايما وباستمرار شايفة ان اليهود من حقهم يبقى لهم ارض ووطن مستقل
ولكن مش على حساب أوطان الآخرين. إيمانها وقناعتها بالأفكار اللي في دماغها، وفي نفس الوقت إنها كانت ضد الأفكار اللي بتروج ليها التنظيمات اليهودية، خلاها تحاول بكل الطرق إنها تروج لفكرتها وتدور على أي وسيلة بحيث إنها تنشر الأفكار دي في الصحف والمجلات المحلية. المهم إنها استمرت على كده لحد ما في يوم من الأيام وصل لجامعة السوربون أستاذ أو بروفيسور إسرائيلي كان اسمه سول فريدلاندر. الراجل ده وأول ما وصل الجامعة تقدر تقول كده إن حياتها كلها اتغيرت واتقلبت رأسا على عقب، لأن الراجل اللي حضرتك شايفه قدامك ده يعتبر واحد من الكوارث والدواهي الصهاينة الإسرائيليين، والراجل ده له قصة طويلة عريضة. ولكن باختصار كده عشان ما طولش عليك، ميلاده كان في فرنسا، وبعد كده وفي مرحلة الطفولة والده ووالدته اختفوا من حياته تماما. بعدها دخل السجون الألمانية وقدر إنه يهرب منها. من الوقت ده وبدأت رحلة معاه من العذاب والتشرد لحد ما في النهاية خد بعضه وهاجر على الأراضي الفلسطينية. ومن هناك وأول ما وصل التحق بالجيش الإسرائيلي، فضل بقى يتدرج في المناصب لحد ما وصل لمنصب نائب وزير الدفاع، وبعدها وصل لمنصب نائب الرئيس شيمون بيريز، لحد ما في النهاية وصل لمنصب رئيس المنظمة الصهيونية العالمية. يعني اللي حضرتك شايفه قدامك ده هو رأس الشر بنفسه. المهم ان الشيطان ده ومن لحظة وصوله الجامعة كان دايما يحاول في محاضراته انه يروج لفكرة الصهيونية والاستيطان الاسرائيلي في فلسطين، يعني زي فكرة الهجرة الاسرائيل، طرد الفلسطينيين، اقامة الدولة العظمى. فكان دايما يلاحظ ان الوحيدة اللي بتعترض على كل كلمة بيقولها هي دانييل مارتان، يعني تقدر تقول كده انها كانت بالنسبة له زي العقدة في المنشار. طبعا كل تصرفاتها دي كان غير راضي عنها تماما، وخاصة لما عرف انها طالبة يهودية. لحد ما في يوم من الايام استدعاها لمكتبه وبدأ يسألها، قال لها هو انت ليه ضد اسرائيل؟ ليه دايما ضد فكرة ان احنا يبقى لنا وطن مستقل؟ فردت عليه وقالت له انا مش ضد الفكرة، ولكن انا ضد ان احنا يبقى لنا وطن على حساب اوطان ناس اخرين. يعني ليه عشان يبقى لنا وطن نضطر للقتل والحرق والتخريب والتدمير ونطرد الناس من بيوتهم وبلادهم عشان احنا اللي نسيطر على الاراضي دي؟ فرد عليها وقال لها كده كده مهما اقولك او اشرحلك فانت مستحيل هتصدقي او هتقتنعي الا لما تشوفي بعينيكي وتتأكدي من كل كلمة بنفسك. وعلى العموم انا شخصيا مثال قدامك اهو، اتولدت زيك هنا في فرنسا، وبعد كده هاجرت على وطن الام في اسرائيل، ومن هناك رجعت مره تانية على فرنسا، لكن زي ما انت شايفه راجع قدامك استاذ جامعي. شفت بقى اسرائيل بتقدر ولادها ازاي؟ ومع ذلك هجاوبك على سؤالك اللي انت لسه قايلاه، انت بتقولي ليه عشان يبقى لنا وطن نضطر نهجر الناس ونطردهم من بيوتهم واراضيهم؟ طيب لو كانت دي فعلا بيوتهم واراضيهم وبلدهم زي ما انت بتقولي، طيب لحد دلوقتي ما رجعوهاش ليه؟ لحد النهارده ليه العرب كلهم ما تجمعوش عشان يرجعوا الارض اللي احنا سرقناها منهم؟ عرفت بقى ان الارض دي ارضنا احنا واحنا اللي بنستردها منهم؟ عرفت ان احنا اللي لينا حق عندهم مش هم اللي ليهم حق عندنا؟ طيب ايه رايك تسافري تل ابيب وهناك تشوفي بعينك وتتاكدي بنفسك، وانا كمان هساعدك عشان تحصلي على منحه تعليميه مجانيه، وهناك تقدري تكملي تعليمك في الجامعه العبريه. ومش بس كده، كل نفقاتك بمصاريفك بأي حاجة هتحتاجيها هناك اعتبريها ومن دلوقتي مدفوعة مقدما، وانا واثق كويس جدا انك اول ما هتحط رجلك هناك هتغيري فكرتك اللي في دماغك. وفعلا وبعد كلام ومحاولات ما بينهم وافقت دانييل واقتنعت وسافرت لتل ابيب سنة 1963. وهناك واول ما وصلت كان واضح جدا ان العصابة عاملين حسابهم وفي انتظارها. كان في واحد في انتظارها وهو ده اللي تولى معاها كل تحركاتها من البداية. وأول حاجة عملتها راحت جاية مقدمة أوراقها في الجامعة العبرية، ومباشرة التحقت بالسنة الثانية لدراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وطبعا عشان يحوطوها فكريا ويقدروا يسيطروا عليها كان لازم يبقى كل اللي موجودين حواليها تبعهم، وعشان كده وللسبب ده جهزوا لها سكن، وكان السكن ده تابع للسكن الجامعي، وتعمدوا ان البنت اللي تبقى مشاركاها في نفس الغرفة تبقى بنت تابعة للموساد الإسرائيلي. كانت البنت دي يهودية من أصول أمريكية واسمها ماتيلدا. طبعا اللي كانت فهماه إن ماتيلدا مجرد طالبة جامعية فقط لا غير، لكن في حقيقة الأمر إن ماتيلدا كانت واحدة من أهم مدربات وحدة محاربات قيصرية، ودي الوحدة اللي كانت مخصصة للاغتيالات، وهي نفسها الوحدة اللي انبثق منها فيما بعد وحدة كيدون. المهم إنها من اللحظة الأولى استلمت دانييل
وتقدر تقول عليها كده انها عملت لها تقريبا عملية غسيل مخ، ونجحت فعلا انها تبدل لها كل افكارها لحد ما خلت عندها القناعة التامة بان ارض فلسطين للاسرائيليين، وان الفلسطينيين هم اللي لازم يسيبوا البلد ويخرجوا، لكن مش هيحصل الا بالدم. المهم انه استمر الوضع على كده لحد ما في يوم من الايام ودانييل موجودة في السكن جالها خطاب كان مكتوب على صدر الخطاب من الخارج مكتب التعاون الدولي، وكان مضمون الرسالة اللي جواه انهم طالبين خدماتها عشان تشتغل معاهم مترجمة بحكم انها كانت بتجيد اللغة الانجليزية والفرنسية. وفعلا في الميعاد والمكان المحدد خدت بعضها وراحت على مكتب موجود في وسط تل ابيب، كان موجود في منطقة اسمها الكرياء، والكرياء دي دلوقتي اللي موجود فيها مجمع المصالح او مجمع الوزارات الحكومية. واول ما وصلت هناك كان في استقبالها واحد من اهم واخطر ضباط الموساد الاسرائيلي، وهو الضابط مايك هراري. ولعلم حضرتك مايك هراري ده هو نفسه اللي كان قائد وحدة قيسارية، وهو نفسه اللي اسس وحدة كيدون المختصة بالاغتيالات واللي ما زالت موجودة لحد النهاردة، وكان من اشهر عملياته اللي نفذها عملية تصفية واغتيال منفذي عملية ميونخ، ده بالاضافة لعملية ربيع الشباب وعملية اغتيال غسان كنفاني. المهم انها اول ما قعدت وقبل ما يبدأ اي كلام لقيته بيهديها بعلبة كبيرة، والشيء الغريب انه طلب منها تفتح العلبة دي قدامه، واول ما فتحت الهدية تفاجأت ان بداخلها فستان قصير جدا جدا، يعني يكاد يكون مش فستان اساسا. ولكن قبل الاستغراب ما يزيد وقبل ما تسأل اي سؤال قال لها شوفي بقى، الرسالة اللي وصلتك لحد عندك دي ملهاش اي علاقة بمكتب التعاون الدولي، ولا حتى انا شخصيا لي علاقة بالتعاون الدولي. وبدأ بعدها مباشرة يعرفها بنفسه وشخصيته الحقيقية، وقال لها انه قائد وحدة قيسارية او وحدة محاربات اسرائيل، يعني عايزك تعرفي وتفهمي كويس جدا ان انا موجود هنا دلوقتي عشان انا واسرائيل كلها شايفينك محاربة من محاربات اسرائيل، وعايزك كمان تعرفي ان انت بالفستان ده تقدري تعملي بيه اللي ما قدرش يعمله أكفأ الطيارين ولا أمهر المظليين. وبدأ بعدها يتكلم معاها ويفهمها طبيعة الوحدة والمهام اللي بيقوموا بيها. المهم انه بعد ما خلص كلامه معاها كانت هي مقتنعة اقتناع تام بانضمامها إليهم، ولكن قبل ما تبدي أي موافقة على كلامه اشترطت عليه شرط واحد فقط، قالت له عشان اشتغل معاكم أنا ليا شرط واحد، وهو إنك تساعدني في إن أجيب والدتي واخواتي البنات من باريس ويجوا هنا على تل أبيب، وتوعدني ان انتوا اللي تتكفلوا بمصاريفهم وكمان مصاريف علاجهم بصفة مستمرة. وبعدها وبعد ما وافق على كلامها وعلى شرطها الوحيد طلب منها انها تجهز نفسها عشان تبدأ اول تدريباتها، وطبعا حضراتكم فاهمين التدريبات اللي من نوع ده. المهم انها بعد ما خلصت التدريبات كانت اول مهمة مكلفة بيها كانت في مطلع سنة 1964، وكانت المهمة دي في باريس، ومطلوب منها انها تتتبع واحد من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية. وبعدها وفي منتصف سنة 1964 كانت مهمتها التانية انها تدخل لبنان او تدخل بيروت، ولكن المرة دي متخفية في صفة طبيبة، وهناك نجحت في انها تساهم في رصد واستهداف واغتيال اتنين من القيادات السياسية، واحد اردني والتاني لبناني، ولكن للأسف ما فيش اي تفاصيل عن الاسماء اللي تم اغتيالها. المهم انه استمر وجودها في بيروت لحد بداية سنة 1965. في الوقت ده مايك هراري طلب منها انها تغادر بيروت وترجع مرة تانية على تل أبيب، واول ما رجعت على تل أبيب وفي اول مقابلة تفاجئت بيه انه بيعرفها على شخص بتشوفه لاول مرة في حياتها، وكانت المفاجأة والصدمة الاكبر بالنسبة لها لما عرفها عليه وقال لها ان الشخص اللي قاعد قدامها ده هو زوجها المستقبلي، وانهم حاليا هيبدأوا في تدريبها على مهمتها الجديدة وتجهيزها للسفر، لان المهمة الجديدة دي هتكون مع زوجها المستقبلي في مصر. وهو بيكلمها في التفاصيل عرفت ان الشخص ده اللي هيشاركها في المهمة في القاهرة انه كان موجود فعليا كجاسوس وعميل داخل الاراضي الليبية، ولكن تم سحبه من الاراضي الليبية عشان يشاركها في المهمة دي في مصر. وعرفت كمان انها هتبقى موجودة معاه في مصر بصفتها معاونة ليه وبصفة مستمرة، وهيشاركها في العملية تحت غطاء او اسم خوليو لوقا اسكندر، ولكن كل ده عشان يتم بشكل طبيعي قدام الناس كان لازم يتم توفير حاجة اسمها خطة التغطية، يعني كستار او غطاء او غلاف ليهم بحيث انهم يقدروا يدخلوا مصر بشكل طبيعي بدون ما يلفتوا اي انظار ليهم. وبدأ وقتها مايك هراري
إن يسرد عليهم قصة الغلاف أو الغطاء اللي عن طريقه هيعرفوا يدخلوا به لمصر. فقال لها أنت من اللحظة دي يونانية الجنسية واسمك سارة بطرس ديميان، وهتدخلوا هناك باعتباركم زوجين يونانيين زيكم زي أي حد بيزور مصر، وكل اللي مطلوب منكم إنكم تعملوا زي أي اتنين سواح بيزوروا أي بلد، كاميرتكم الجميلة في إيديكم وعايزكم تلفوا وتزوروا كل حتة في مصر، وكل مكان تزوروه تصوروه، وبعدين إنسانة جميلة زيك هيكون سهل عليها إنها تعمل أي حاجة هي عايزاها. وفعلا مع نهاية سنة 1965 وصلت سارة بطرس وزوجها المزعوم خوليو اسكندر على مصر، وأول ما وصلوا على القاهرة استأجروا شقة سكنية هناك، استأجروها في مكان قريب من الهرم على مسافة قريبة من نادي اسمه نادي صحارى سيتي. وصحارى سيتي وحسب المصادر كان واحد من الأماكن المقربة والمحببة لصلاح نصر شخصيا، وبعدها انطلقوا في رحلاتهم تقريبا لكل مدن ومحافظات مصر، وتحديدا كانوا مركزين على مدن قناة السويس زي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وقدموا تقارير وصور عن المعسكرات وأماكن تمركز القوات المسلحة، وقدموا صور وتقارير عن المعسكرات وأماكن الجنود، وأي مكان كانوا صوروه خاص بالقوات المسلحة كان يتم تصويره أو كتابة تقرير عنه وإرسالها للموساد. وللأسف الشديد وصفت الصور والتقارير اللي كانوا بيبعتوها إنها كانت بتبلغ نسبة صحتها لمية في المية، يعني على الرغم من تحفظي على الرقم أو النسبة اللي هما بيقولوها، لأن مفيش حاجة اسمها عميل أو جاسوس أو أي حد ممكن يشتغل ويوصل لنسبة 100% في شغله، يعني مفيش خطأ واحد وارد على شغلهم ولو بنسبة 1% فقط، للدرجة اللي وصلت الموساد انه كان بيثق في كل معلومة بتوصله منهم ومفيش فيها نسبة شك ولو 1%. المهم انهم استمروا على الوضع ده لحد منتصف سنة 1965، لحد ما قرروا انهم ينقلوا اقامتهم من القاهرة للإسكندرية، وتحديدا راحوا الحي هناك في إسكندرية اسمه حي المنشية، وكان محل إقامتهم أو محل سكنهم في واحدة من العمارات السكنية الشهيرة جدا واللي مازالت موجودة في حي المنشية لحد النهاردة. واختاروا المكان ده تحديدا عشان يقدروا يبقوا قريبين من ميناء رأس التين الحرب في إسكندرية، وده طبعا هيسهل عليهم انهم يتتبعوا اي تحركات بحرية بتحصل حواليهم. واستمر وجودهم في إسكندرية لحد ما في يوم من الأيام وبطريقة ما نجحوا في انهم يجندوا رقيب بحرية كان شغال في ميناء رأس التين الحربي، وقدروا عن طريقه للأسف الشديد انهم يصوروا مناطق ووحدات وقطع عسكرية بحرية موجودة في الميناء، لحد ما جه اليوم المشؤوم وتحصل نكسة يونيو سنة 1967. وللأسف وفي عز ما كانت البلد في أشد حالات الألم والحزن، أحيانا بيبقى فيه واحد من ولادها كده يطلع ابن عاق، الابن ده ما بيبقاش همه أي حاجة في الدنيا إلا نفسه ومصلحته فقط لا غير، مفيش عنده مشكلة انه يخون بلده ويخون أهله ويخون وطنه، أهم حاجة انه يحقق الغرض اللي بدأ خيانته عشانه. في نفس يوم النكسة اللي هو 5 يونيو سنة 1967 يبلغهم معلومة من أهم وأخطر ما يكون، قال لهم ان في مدمرة رست داخل ميناء رأس التين الحربي، وان المدمرة دي والأول مرة بيحصل حواليها تأمين وحراسة شديدة جدا جدا، وان في لانشات وزوارق حربية بتأمنها على عمق أكتر من 55 كيلو متر داخل البحر. والشيء الغريب إن في عناصر تأمين من رئاسة الجمهورية في القاهرة وصلوا لتأمين المينا، ومعنى كده ومن خلال كل المؤشرات دي وخاصة إن في عناصر تأمين من رئاسة الجمهورية وصلوا للمينا، إن في اجتماع هام وعاجل جدا هيحصل داخل المدمرة اللي راسية في المينا، وإن الاجتماع ده هيضم قيادات الجيش بالكامل وعلى رأسهم جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية شخصية. طبعا بمجرد ما وصلتهم المعلومة يوم 5 يونيو سنة 1967 على طول مباشرة بلغوها للموساد الإسرائيلي، واللي هناك وبدورهم بدأوا انهم يجهزوا عشان ينفذوا الخطة او العملية اللي هيستهدفوا من خلالها رئيس الجمهورية بقيادات الجيش المصري بالكامل. وكل تفاصيل العملية دي كان سبق وحكيتها لحضرتك قبل كده، وهتلاقيني سايب لك لينك الحلقة في صندوق الوصف تحت. المهم ان العملية فعلا اتنفذت، وكانوا على بعد دقايق او خطوات من اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجميع قيادات الجيش المصري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لحد ما حصلت بعض الاخطاء اللي ادت في النهاية للقبض على منفذ العملية. المهم انه بعد ما تم القبض عليهم والتحقيق معاهم واعترافاتهم التفصيلية الكاملة، كان من ضمن نتائجها انه تم التوصل لشبكة الجاسوسة سارة بطرس ديميان
وزوجها المزعوم خوليو لوقا اسكندر، وبعد ما تم القبض عليهم اعترفوا هم كمان بدورهم على رقيب البحرية اللي سبق ونقل لهم المعلومة من ميناء رأس التين الحربي. وفعلا يوم 10 يونيو سنة 1967 تم القبض على الخاين الجاسوس رقيب البحرية. وعايز اقول لحضرتك ان حاولت بقدر الامكان اعرف اسم رقيب البحرية اللي تم القبض عليه، ولكن مفيش اي ذكر لاسمه على الاطلاق. المهم انه بعد ما تم القبض عليهم كلهم، الجواسيس بمنفذ العملية بمجموعة من الجنود على بعض الضباط والطيارين الاسرائيليين اللي كان تم اسرهم في الوقت ده، كلهم تم ترحيلهم على سجن الماظ الحرب في القاهرة. اما بالنسبة لرقيب البحرية الخاين الجاسوس، فيقال وحسب المصدر انه تم الحكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص، والمعلومة بتاعت الحكم عليه دي غير مؤكدة لان المصدر بيحمل امرين. الامر الاول انه تم الحكم عليه رميا بالرصاص وتم تنفيذ الحكم. الامر الثاني بيقول انه تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. المهم ان الجواسيس بمنفذ العملية بمجموعة الاسرى من الضباط والجنود الاسرائيليين كلهم استمر وجودهم في السجن الحربي لحد يوم 2 يناير سنة 1968، وهو ده اليوم اللي تمت فيه أول عملية لتبادل الأسرى ما بين الجيش المصري وما بين الجيش الآخر. المهم أنه بعد ما تمت عمليات التسليم أو عمليات المبادلة ما بين الطرفين، رجعت مرة تانية سارة بطرس أو دانييل مرتاه على تل أبيب. المهم أنها أول ما رجعت هناك راحت جاية مقدمة طلب للضابط المسؤول عنها اللي هو مايك هراري عشان يسمح لها بالزواج من خوليو. كان واضح جدا ان الفترة اللي قضوها مع بعض في القاهرة نشأت ما بينهم علاقة عاطفية، وعشان كده هي اول ما رجعت قدمت الطلب عشان يسمح لها بالارتباط او الزواج منه. المفاجأة اللي حصلت هنا بقى ان خوليو هو اللي رفض الزواج منها، وتفاجأت بيه ان هو اللي بيقدم طلب عشان ينهي خدماته من الموساد الاسرائيلي، وراح جاي واخد بعضه وطلع على مكان في اليونان اسمه جزيرة كورفو، ويقال انه تزوج هناك من صديقة ليه وفضل عايش معاها لحد سنة 1998، إلى أن عثر على جثته وهو مضروب بالرصاص في منطقة الصدغ. أما بالنسبة لدانييل مرتاه أو سارة بطرس، فبعد خيبة الأمل اللي تعرضت ليها أو الصدمة اللي تعرضت ليها، استمر عملها في الموساد الإسرائيلي لحد سنة 1978. في الوقت ده راحت جاية هي كمان مقدمة طلب إنهاء خدمات من أعمالها في الموساد، وبعد ما تقاعدت من الموساد تزوجت من شخص اسمه رافي. فضلت بقى في حالة التقاعد دي من 1978 لحد سنة 1983. في الوقت ده بدأ الموساد إنه يرجع يطلب خدماتها مرة تانية، ولكن المرة دي بقى كمدربة مش محاربة. وفعلا رجعت مرة تانية للموساد عشان تشتغل ضمن دايرة مدربات وحدة قيسارية أو وحدة كيدون، واستمرت في عملها كمدربة لمدة 10 سنين كاملين من 1983 لحد سنة 1993. وبعدها قدمت للمرة التانية طلب إنهاء خدماتها في الموساد الإسرائيلي وللأبد. بعد التقاعد التاني بدأت إنها ترجع تدريجيا لهوايتها الأولى، وهي هواية الوقوف على المسرح. بقت ترجع للمسرح مرة تانية في تل أبيب، وبدأت كمان إنها تلقي الموسيقى أو الترانيم الأوروبية. وفي سنة 2002 حاولت إنها تعمل جمعية أو تعمل مكان عشان تجمع فيه كل المحاربات القدامى او العاملات السابقات في جهاز الموساد الاسرائيلي واللي تقاعدنا عن العمل فعلا، ولكن الموضوع ده تقريبا بقى بالفشل او انها بدأت وخلصته. المهم ان هو لم يكتمل. ملف الجواسيس سارة بطرس او دانييل مرتاه او خوليو الكسندر مع منفذي عملية استهداف القادة المصريين، كل الموضوع ده كان ضمن ملف سر للغاية تم تقديمه للرئيس الراحل محمد انور السادات، وده من ضمن الحاجات اللي قلتها لحضرتك في الحلقة اللي فاتت. المهم ان سنة 2005 تم تكريمها من الموساد الاسرائيلي باعتبارها احدى محاربات الموساد القدامى، وباعتبارها برضو من المحاربات او المدربات اللي قدموا ادوار مهمة جدا جدا لاسرائيل، وفضلت عايشة لحد ما ماتت سنة 2012. سارة بطرس او دانييل مرتاه ظهرت اكتر من مرة على القنوات التلفزيونية او القنوات العبرية. احيانا واحنا بنتكلم مع بعض في اي ملف ممكن يجي اسم شخص او اسامي شخصيات واحنا بنتكلم، فتلاقيني خرجت بره الموضوع لمدة دقيقة او حتى لمدة ثواني، يعني عشان اقول لك نبذة مختصرة عنه. البعض من حضراتكم قال ان ممكن ده يسبب تشتيت. الفكرة في الموضوع انا مش هدفي ان انا شتت حضرتك
او ان خرجك بره القصة ودخلك في موضوع تاني. اللي عايز حضرتك بس دايما تعرفه ان بيبقى هدف ان اعرفك عدوك. في بعض الاسماء المعينة ما ينفعش اقول اسمه كده وعديه، لازم اعرفك الاسم ده مين وعمل ايه. فالهدف ان انا عايزك تعرف عدوك، عايزك تعرف التاريخ. يعني مثلا او على سبيل المثال شخصية زي اللي جبنا سيرته النهاردة او في حلقة النهاردة، حضرتك متخيل الراجل ده وصل لمنصب رئيس المنظمة الصهيونية العالمية؟ وانا واثق ان في العشرات والمئات ما سمعوش عنه ولا يعرفوا عنه اي حاجة. فما كانش ينفع ان انا لما اقول لك الاسم اعديه كده وخلاص. في بعض الاسماء لازم اقف لك عندها، شخصيات مهمة جدا يهمني انك تعرف الاسامي دي مين. الناس دي يا فندم لما بتيجي تنفذ مخطط بتنفذها بناء على الدماغ اللي فكرت ودبرت وبتنفذ على ارض الواقع. انا بقى مهمتي ان اعرفك مين الدماغ. خد بالك اللي عايز حضرتك تعرفه هو عن قناعة. أسوأ حد ممكن تقف قدامه في حياتك مش اللي حاربك بإيده أو اللي حاربك بسلاح. أسوأ حرب ممكن تاخدها هو اللي يقف ويحاربك بده. أسوأ حرب هي حرب دي، الحرب اللي دايما أقول لحضرتك عليها حرب العقول. تخيل معايا حضرتك الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن حاجة اسمها حروب الجيل السابع. أقسم لك بالله إن لقيت بعض الإخوة المحترمين اللي موجودين في التعليقات ناس منهم ما تعرفش إن في حاجة أصلاً اسمها الجيل السابع. والله إن لقيت تعليقات بيقولك ما فيش حاجة أساساً اسمها حروب الجيل السابع. حضرتك متخيل إن في حرب دايرة حواليك ودايرة عليك دلوقتي، وفي ناس ما زالت لحد النهاردة مش معترفة إن الحرب دي أصلاً موجودة؟ تخيل لحد النهاردة إن في ناس تقول لك انتوا عايشين بس وغرقانين فيما يعرف باسم نظريات المؤامرة. كل اللي بيحصل حواليك واللي بيحصل فيك واللي بيحصل عليك كل ده وما زلت بتقول انها مجرد نظريات مؤامرة احنا اللي بنوهم انفسنا بيها. المصايب اللي الوطن العربي عايش فيها وما زلنا برضو احنا بنوهم نفسنا. انت هتقتنع امتى ان في حرب داير عليك؟ لحد ما تلاقي الحرب دي او الاذى وصل لك لحد باب بيتك؟ لحد ما تلاقي الأذى وصل لك ليك انت شخصيا في اعز حد ليك؟ يا سيد الفاضل تأكد ان اي معلومة سواء بقولها لك انا او اي حد من الناس المحترمين الثقات اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، المعلومات دي اوعى تعتقد للحظة واحدة ان واحد زي حالاتي مثلا قاعد بكتب في كشكول كده بقلف 24 ساعة وبعد كده اطلع اقول لك كلمتين وخلاص. تأكد ان كل معلومة بتتقالك معلومة مؤكدة وموثقة بنسبة 100%. وفي النهاية دايما استفتي قلبك، انت بنفسك اللي هتعرف مين اللي بيقولك اللي في مصلحتك، وانت بنفسك اللي هتعرف مين اللي عايز يضرك، مين اللي عايز لك امانك في بيتك وفي ارضك وفي وطنك وفي بلدك، ومين اللي عايز يفضل 24 ساعة دابب في قلبك الرعب. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. في النهاية دعواتنا لكل أهلنا في فلسطين وكل أهلنا في السودان وفي كل مكان بيتعرضوا فيه لأي انتهاكات، دعواتنا ليهم اللهم اجعلها عليهم بردا وسلاما يا رب العالمين. في النهاية عاشت الأمة العربية وعاش الشعب الفلسطيني والسوداني والشعوب العربية العظيمة وعاش الشعب المصري العظيم. عاشت الأمة وتحيا مصر. وإلى اللقاء، سلام عليكم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون.